تقدير من الله جل وعلا، والراهب عنده علم من الكتاب. ميسر بعد أن انتهت التجارة وربح النبي ربحا كبيرا ليس كالعادة، رجع بالتجارة والقافلة إلى خديجة وأعطاها أموالها، فجاء ميسرة يخبر خديجة بالذي رأى وبالذي سمع، قال والله رأيته يمشي والغمام أو الملائكة تظلله، تقف إذا وقف وتمشي إذا مشى. وأخبرها بخبر الراهب. هنا وقع شيء في قلبي خديجة من إعظام محمد وإعطائه منزلته. لما سمعت خديجة رضي الله عنها بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته، تلك الأخلاق التي انتشرت بين الناس، فهو الصادق الأمين، وأخبرها ميسرة بما رأى، أحبت خديجة أن تتزوج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى الآن ما بعث، لكنها سيدة النساء، هي أشرف امرأة في مكة، هي أعظمهن خلقا، بل هي سيدة نساء العالمين. إنها خديجة أرسلت إلى رسول الله أنني لقرابتي منك، فهي تجتمع برسول الله بأحد أجدادها، ولعلمي بأخلاقك وسطتك بين قومك فإنني أرغب بالزواج منك. مباشرة ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعمامه يستشيرهم، إلى حمزة، إلى أبي طالب، إلى غيرهم من أعمامه، جلس معهم فرحبوا بالفكرة، فمن من الناس يرغب عن خديجة؟ بل كان سادات قريش وأشراف قريش يتمنون الزواج منها، هي الآن تعرض نفسها على رسول الله. فرحب أعمامه، وذهب معه عمه حمزة ابن عبد المطلب، وكان شريفا في قومه، سيدا من ساداتهم، ذهب إلى والد خديجة خويلد ابن أسد، وجلس عنده يخطب خديجة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فوافق والدها مباشرة، من يرد محمدا؟ سيد الناس، بل سيد الخلق أجمعين. فإذا بالخطوبة تتم، وإذا بالزواج، يتفق الطرفان على مهر قدره 20 بكرة من الإبل، فيصدقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20 بكرة من الإبل، وصارت وليمة وزفافا ما أحلاه من زفاف، وزواجا ما أعظمه من زواج، يتزوج فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق من سيدة نساء العالمين. فعاش معها أحلى حياة وأجمل حياة، بل ما تزوج عليها حتى ماتت، وكان يحبها حبا عظيما، ولدت له كل أولاده إلا إبراهيم، فقد جاء للنبي من مارية القبطية، أنجبت له القاسم، وكان يكنى بأبي القاسم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، أنجبت له بعد القاسم الطيب الطاهر 3 من الذكور، ومن الإناث رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، ف7 أولاد أنجبت له خديجة أم أولاده، القاسم والطيب والطاهر رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة. أما أولاده الذكور حتى إبراهيم من مارية كلهم ماتوا صغارا قبل البعثة، أما البنات فقد بقين حتى البعثة وأسلمنا وهاجرنا معه ومتنا جميعا قبله، إلا فاطمة الزهراء سيدة النساء بقيت بعد وفاته بشهور ثم توفيت. أولاده من خديجة، حياته أجمل حياة، أكرمها وأحسن إليها وأكرمته وأحسنت إليه، كان يعيش معها أسعد لحظات عمره بسبب أنها أحب الناس إليه. خديجة التي ضحت بنفسها ومالها من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في أثناء حياتها مع رسول الله تعجبت خديجة، ف
هذا الإنسان له أمور غريبة. فبالإضافة إلى ما ذكر ميسرة من رحلته وما ذكره الراهب في رحلته، بل إن خديجة رأت من رسول الله خلقا عظيما لا كخلق الناس، وأمور غريبة لا تحصل لأحد الناس، فذهبت مباشرة إلى ابن عم لها ورقة بن نوفل الذي بقي على التوحيد وتعلم علم الكتاب، فقصت عليه القصص وأخبرته بالخبر. فقال ورقة، قال يا خديجة والله إنني أظن أن محمدا سيكون نبي هذه الأمة، إنني أعلم أن هذا هو زمان يخرج فيه نبي وهذا زمانه، وإني لأظنه محمدا. فسرت خديجة بهذا واستبشرت بهذا الخبر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 35 من العمر، لم تكن الكعبة كحالنا في هذه الأيام، كانت أقصر من هذا بكثير، بل لم تكن أصلا مسقوفة هذه الكعبة، وكان في الكعبة بئر فيه كنز الكعبة. هذا البئر كان فيه كنز ثمين لا يقترب منه أحد من الناس، ولأن الكعبة غير مسقوفة ولأن ارتفاعها كان قصيرا، حصل في ذلك الزمان وعمر نبينا 35 سنة أن أتى نفر على حين غفلة من أهل مكة وتسوروا الجدار وسرقوا كنز الكعبة، فأصبح الناس في الصباح أصابهم الهم والغم، كيف يسرق كنز الكعبة ونحن سدنتها ونحن حماتها، كيف يحصل هذا؟ فقرر أهل مكة أن يعيدوا بناء الكعبة بناء أحسن من هذا حتى لا يعتدي أحد عليها. لكن كيف يصنعون هذا؟ قدر الرب عز وجل في ذلك الزمان أن تغرق سفينة في البحر لتاجر من أهل الروم، فتلقي الشواطئ هذا الخشب، خشب السفينة، إلى شاطئ البحر، فإذا بهم يجمعون الخشب ويأتون به. وماذا نصنع بهذا الخشب؟ كان هناك رجل قبطي يعيش في مكة يصنع بالبناء ويعمل بالنجارة، وكان يعمل في مهنته عملا يجيده، فاتفقوا معه أن يعينهم على بناء الكعبة، فوافق الرجل. الخشب موجود والرجل البناء موجود، لكنهم مع هذا هابوا، فقد كانت الكعبة كل يوم تخرج منها حية، يظن أهل مكة أنها تحرس الكعبة، وكان كلما أراد أحد أن يقترب منها ثغرت فاها وفتحت فاها، وكان أهل مكة يهابونها، فلم يستطيعوا أن يقتربوا من الكعبة وهذه الحية فيها. فأرسل الرب عز وجل في ذلك الزمان طائرا، فإذا به يأتي طائر غريب منظره غريب، يأتي من السماء، فإذا به يأخذ الحية ويذهب بها، فعلمت قريش وعلم أهل مكة أن الرب عز وجل يسهل لهم الأمر لإعادة بناء الكعبة. لكنهم اتفقوا على أمر، فجاء سيد من ساداتهم وقال، يا معشر قريش، تعلمون أن هذا بيت الله الذي بناه إبراهيم، هذا بيت الله، فإذا أردتم بناءه فلا تدخلوا في بنائه إلا كسبا طيبا، لا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد. فأخذوا يجمعون المال الطيب، لكن المال الطيب لا يكفي حتى لبناء الكعبة، فقد كثر فيهم الحرام، وجاء اليوم المحدد لهدم الكعبة وإعادة بنائها. من يجرؤ؟ من يجرؤ على أن يهدم حجرا من هذه الكعبة؟ فقام الوليد بن المغيرة ورفع المعول ودعا ربه وقال، والناس ينظرون، الكل خائف، من يعتدي على الكعبة؟ من يجرؤ على هذا؟ فقال الوليد، اللهم لم ترع، اللهم إنك تعلم أننا لم نرد إلا الخير،